بنحتاج ورق قصدير، نايلون، لزاق، تربة بيتموس أو تربة طينية، مياه. مرحبا، اليوم رح نعمل ترقيد هوائي لشجرة المندلينا. الترقيد الهوائي الفائدة منه أنه خلال 30 يوم ل 40 يوم من عملية الترقيد بنتج عندك شجرة أخرى نفس شجرة الأم، وفيك تزرعها بالأرض الدائمة. هذا هو الغصن يلي رح نعمل له ترقيد هوائي لليوم. بنحتاج ورق قصدير، نايلون، لزاق، تربة بيتموس أو تربة طينية، مياه. وبنخلط الخليط لازم يكون معنا هيك، يكون رطب. وهون رح نحف الغصن، ونحفه من اللحاق عشان نحط التربة الطينية أو تربة البيتموس المبلولة بالمي عليه، وينتج عنا شجرة جديدة عن الشجرة الأم، ونقوم بزرعها بالتربة الدائمة. وبعد ما قمنا بحف الغصن يلي بدنا نعمل له ترقيد هوائي، نتأكد انه هفيناه منيح ومن اللحاق عشان ما يرجعش اللحاق يكون نفسه وما يكونش شروش. احنا بدنا شروش، وهذا التراب يلي رح نحطه عليه. وهيك بنكون تقريبا وصلنا لاخر مرحلة بالترقيد الهوائي، يلي هي نحط التربة الطينية او تربة البيتموس المبلولة على مكان يلي حفيناه ونحط الكيس عليها. منجيب الكيس ومنلفه على التربة، ومنتأكد انه فيش هواء داخل التربة وداخل الكيس. بعد ما نلفها منيح باللاصق، نتأكد انه فيش هواء داخل الكيس وداخل التربة عشان الرطوبة تضل محفوظة ويطلع عنا شروش جديد. بعدين منجيب ورق القصدير ومنلفها بورق القصدير عشان نحميها من أشعة الشمس، لأنه الشروش بتطلعش بأشعة الشمس، بدها عتمة ورطوبة. وهيك بنكون خلصنا الترقيد الهوائي لشجرة المندلينا، وخلال 30 يوم ل40 يوم نتأكد من نجاح العملية أو فشلها. وبعد 30 يوم ل40 يوم رح أصدركم النتيجة إذا فشلت أو نجحت. شكرا لكم.